السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بكل سهولة وبساطة. تحياتي أول حاجة للناس اللي موجودة معايا في القناة مشتركة، وبرحب بالناس اللي لسه جديدة، وأهلا وسهلا بالناس اللي لسه هتشترك، هتشوف القناة وهتشترك فيها. على فكرة يا جماعة، الاشتراك في القناة مش بفلوس، انتي بس بتدوسي على الزرار الأحمر المكتوب جنبه اشتراك وكده بقى اشتركتي. لو قالك حساب ولا حاجة، الحساب ده انتي بتعملي قناة زي ما بتعملي صفحة الفيسبوك، يعني مش هتغرمي ولا حاجة، وكده كده عندنا الواي فاي في البيت، فما فيهاش أي غرامات ليكوا يعني بإذن الله تعالى. بتمنى ان القناة تكبر بيكم وتقولوا لأصحابكم عليها، وكل يشترك ان شاء الله، والفيديوهات تعجبكم بإذن الله تعالى. النهاردة طبعا هنكمل مع بعض، احنا المرة اللي فاتت عملنا اعادة تدوير وعملنا فستان سواريه بالطرح القديمة، النهاردة ان شاء الله هنعمل بلوزة برضو بالطرح القديمة، بطرحة قديمة. ده شيل اهو زي ما انتم شايفينه اهو، اكيد كل البيوت فيها شيلان زي دي، كله جاب الشيلان دي. فانا دلوقتي عايزه اعمل بلوزه منه، فهوريكم مع بعض بقى ونعملها بكل سهوله وبساطه. البلوزه دي عرضها العرض ده كده، يعني اقل من 100، يعني قول 90 سنتي كده. والشراشيب دي هسيبها زي ما هي كده برضو، وهي دي اللي هتبقى اسفل من تحت في البلوزه من تحت. يعني هطبق الطرحة كده او الشال كده. طبعا انا مجهزة حاجات برضه عشان اقصر وقت الفيديو، فاحنا هنطبقها كده عشان تبقى كويسة. طبعا هنطبق القماش كده على بعضه، ونظبط من كويس عشان ما تبقاش في حتة مش مظبوطة، وهنطبقها كده اهي. هي ما فيهاش تفاصيل كتير ومش هخيط كتير فيها ولا حاجة، اي حد ممكن يعملها في البيت. انا هنا الرقبه انا مش هحردها، انا بس هقص كده عشان بس على قد ما تدخل ايه الراس من فوق، وهتبقى صدى شويه صغيرين. او حتى لو ما سقطتش القماشه دي نفسها بتنزل لتحت مع الشغل. وبعدين مش هعمل لها فتحه، او مش هشتغل فيها كتير، انا يدوبك بس هقص دي كده اهي، انا مش عايزه اعمل اي شغل فيها. بسم الله، يعني بالمقاس كده لو جينا من هنا هنقول كده كف الايد كده، وعليه كمان قراطين، بس هو ده اللي انا عايزاه وهو متعلم اهو. بس كده انا ده بقى كده هقصه كده معايا. انا ما حردتش في ايه في الرقبه، انا ما حردتش اي حرده فيها. بعد كده دي انا هتنيها، مش هعمل لها ولا بيه ولا اي حاجه، انا هتنيها كده اهو على المكنه داير ما يدور وخلاص، بس كده. هنيجي بقى من هنا، طبعا هي مش محتاجه كمام ولا حاجه، انا هعملها على العرض ده كده. ف هنسيب من هنا، اللهم صل على النبي، هنسيب من هنا شبر، ولي كمان كده ايه، اخليهم 4 قراريط كمان كده وبالشكل ده كده، وهنخيط. انا عايزه عشان انا قلت لكم ان عرضها 90، فانا هسيب المساحه دي كده اهي، يعني شايفين الخطوط، الثلاث خطوط دول كده هسيب عليهم مقدار خط كمان اسود اهو، وهقفل بقى كده، هقفل من الجزء ده لغايه تحت. وبرده نفس الحكايه من الناحيه الثانيه زي بالظبط، قلنا شبه كده واربعه اهو اهو كده اهو، اقفل من هنا، دي هتبقى دي فتحه الكم، هقفل من هنا الجزء ده زي ما قلت لكم، هسيب جزء مقدار الشريطه دي كده، اقفله لغايه تحت. وكمان انا هركب لها انا طبعا قلت لكم قبل كده ان انا بخيط بنفسي حاجتي، فمش عايزه فيها تفاصيل كتير. ممكن انت تجيبي شريط بيه من عند الخردواتي. انا ما اشتريتش بصراحه، بس نقيت حاجه قماشه ما بتمثلش، وعملتها شريطه زي ما انتم شايفين كده، هحطها كده اهو على الجزء ده كده اهي، ده هيبقى الوسط. اوكي، هعمل شريطه من الناحيه دي وشريطه من ورا، بس ده هيبقى من جوه مش باين، الشريطه دي مش هتبين.
عشان انا هدخل جواه حزام، عشان لو حابه المه بحزام، مش حابه خلاص مش هسيبها كده ايه بالوسع بتاعها. طب قال له هقيس ده ازاي؟ على مقاس وسطك انت، الوسط عندك مثلا، انا مثلا بالوايم كده مقاس وسطي مثلا شبرين اهي، فانا هحط الشريطه كده واثبتها من اول كده اهو بعد شبرين، وهخيطها كلها كده من قدام ومن ورا، بس مش هقفل ايه من الجنابه، خيط كده اهو من الجزء ده من الجزء ده، واسيب دي مفتوحه، ومن الناحيه التانيه برضو نفس الموضوع، واعملها على المكنه وارجع. وزي ما انتم شايفين انا اهو حطيت الشريط اللي انا قلت لكم عليها اللي هدخل جواه الحزام، هو كده على ظهره، قفلت من الجنبين. الرقبه من هنا انا تنيتها، ما عملتش ولا فيها اوفر ولا بي ولا اي حاجه، تنيتها كلها كده داير ما يدور. طبعا انا قستها على راسي لقيتها ضيقه شويه فوسعت شويه، هي كده كده تحتيها بيبقى ممكن تتلبس شميز او بادي كارينا او اي تيشيرت يعني بكم، فبتبقى حلوه يعني مش هتدور لو وسعت شويه. هو كده من الظهر، وانا ركبت زي ما قلت لكم ان انا اقسم الشريط نصين، مقفلتش من الجناب زي ما انتم شايفين كده اهو، الحزام باين من هنا لهنا اهو، واقلبها دلوقتي على وشها هي بالشكل ده كده. كده طفي الشماعة عشان تبان اكتر. بالشكل ده، وادي الحزام اهو زي ما انتم شايفين، هي ممكن تتلبس كده اهو من غير ما نقفل ما نشد الحزام ولا حاجه، انا الحزام كده مخليه من جوه، كان ممكن ان انا اعمله من وسط هنا كده، بس لازم كان يتعمل له عروتين، انا مش عايزه اخرج ولا اعمل عروه بره ولا حاجه، فانا زي ما وريتكم انا عامله البيه من جوه ازاي، او الشريطه اللي عاملاها اللي انا حاطه فيها الحزام ازاي، عشان خاطر انا ما اخرجش بره واعمل حاجه بره. دي طرحة كانت في البيت او عشان كان في البيت وانا عايزة استعمله، مش عايزة اكلف نفسي حاجة، انا كده عملتها بدون اي تكلفة، كل حاجة من البيت. طبعا الطرحة موجودة في البيت، وده كمان والله كان حزام شنطة برضو، اللي هي الحزام الشنط اللي بتتلبس على الكتف من ورا دي، الشنط الرياضية حبل اهو، او ممكن يتعمل برباط كوتشي يعني ما فيش مشاكل يعني، اهي زي ما انتم شايفين كده هو ده شكلها النهائي. انا بصراحه شفتها على ناس كتير قوي وانا خارجه لابسينها، فالفكره عجبتني قوي، بس هم مش عاملينها من طرح، انا الفكره يعني جت في دماغي ليه ما عملهاش من طرح او شال عندي في البيت، فجيت وطبقتها بقى على طول اهي. الفكره عجباني وجميله وان شاء الله هتعجبكم، هي سهله جدا ما فيهاش مشاكل. انا طبعا كنت قايله لكم ان انا هسيب هقفلها من الجنب، ده هي من بره كده مش من جوه، مش من على ظهرها، لا اهي القفله هيز من الناحيه دي، وسبت مقدار برضو صباع كده زي ما وريتكم، زي الشرايط يبقى الشرايط الزرقاء دي، وجنبها كمان الواحد اسود بالشكل ده اهي، وطبعا سايبه فتحه للكم. وزي ما قلت لكم ان ده منطقه الصدر دي، انا كنت قلت انه وسط لكن هي الصدر يعني، قلت ده شبرين اهو، وعملت الايه البيه من ورا بتاع الحزام وركبته على الوضع ده. هي فكره سهله، وقعدت تدوير الطرح الموجوده في البيت، احنا عندنا طرح كتير جدا ما بنعملش بيها حاجه، ما بنلبسهاش يعني، ده شال من الشيلان انا ما كنتش بلبسه، كنت مركون، هو كان الله يرحمها حماتي كانت مديهوني قبل ما تموت، كان بتاعها وديتوني هديه الله يرحمها ويغفر لها، فلبسته مره او مرتين، وبعد كده كان بيحرني جامد، لكن قلت هينفع يعني، هينفع بلوزه حلوه بالشكل ده وان شاء الله هنخرج بيها. حتى بنتي تمعت فيها يعني بعد ما عملتها، قالت لي الله دي جميله انا هاخدها واربطها. فان شاء الله فكره تعجبكم، ومره تانية بقى ما تنسوش تقولوا لاصحابكم على القناه وتشتركوا فيها. بتمنى ان الفيديو كله ينال اعجابكم، قعده التدوير اللي بنعملها مع بعض، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وتعليق، محدش بيعمل لي لايك وتعليق، قليلين قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.